السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرة هذه يا جماعة عندنا فيديو مختلف جدا جدا جدا. طبعا زي ما انتم شايفين احنا واقفين على البسفور في منطقة في مدينة اسطنبول في منطقة أرناوتكوي القريبة جدا من منطقة أورتاكوي. اليوم عرضنا بيت تاريخي من الدرجة الثانية في منطقة حيوية جدا زي ما انتم عارفين منطقة أورتاكوي وبعدها منطقة أرناوتكوي مليئة بالكافيهات والمطاعم المشهورة جدا. تعالوا معنا نشوف تفاصيل هذا البيت التاريخي ونستعرض لكم التفاصيل. طبعا احنا الان في الشارع المؤدي الى هذه العماره زي ما انتم شايفين شارع حيوي جدا فيها كلها كافيهات ومطاعم. نشوف مع بعض مدخل العماره والتراس الخارجي لها في البدايه. هذا الان زي ما انتم شايفين مدخل العماره من هنا. طبعا الدور الاول في محل تجاري من ضمن العماره هذه مدخلها من هنا، وهذه حديقه خاصة بالعمارة أو ممكن تستخدم للمطعم. وهنا عندنا شيء جميل جدا، بئر يا جماعة موجود في داخل العمارة تستخدم وتطلع منها ماء حالي جدا يستخدم للشرب. زي ما انتم شايفين في المنطقة هذه دائما هم يستخدموها يطلعوا منها الماء عشان يشربوا. تعالوا معنا نشوف الدور الأول في العمارة. طبعا الان وصلنا للدور الاول زي ما انتم شايفين. اول ما ندخل على يدنا اليمين هذه صاله كبيره مساحتها ما شاء الله ممتازه حدود 35 متر مربع تقريبا. يهمنا هنا ارتفاع السقف زي ما انتم شايفين 3 متر ونص تقريبا على الطراز القديم. هذه البيوت القديمه الغرف هذه والشقه بالكامل او البيت بالكامل يحتاج الى تعديل كويس. عندنا هنا منطقة ممكن تقسم وتستخدم كغرفة لأنه لها مدخل خاص، أو ممكن بالكامل يكون في إعادة لهيكلة الدور هذا والأدوار الباقية. تعالوا معنا نشوف باقي التفاصيل في الدور الأول. عندنا هنا الهول، أول ما نجي عندنا الحمام الصغير هذا. ومن ثم على يدنا اليمين البانيو الله يكرمكم. ثم على يدنا اليسار هذا المطبخ زي ما شايفين، وجنبها ايضا منطقة ممكن تستخدم كمستودع او ممكن تكبر بحيث انها تدخل مع المطبخ. والان نجي لغرفة النوم ممكن نقدر نقول في هذا الدور. عندنا اطلالة البحر واطلالة البسفور، جسر البسفور زي ما شايفين. هذا الدور الأول إطلالة جميلة على مرسى اليخوت، والغرفة هذه مساحتها كويسة وممكن تستخدم هذه المنطقة للدريسنج روم أو ممكن تقسم وتكون كغرفة أخرى. طيب تعالوا معنا نشوف الدور الثاني. وصلنا الآن للدور الثاني في هذه العمارة التاريخية. طبعا تعتبر عمارة تاريخية من الدرجة الثانية زي ما انتم شايفين. هذا الدور الثاني طبعا فاتحينها بالكامل على بعض، يمكن تقسيمها حسب الأعمدة الموجودة أو ممكن تركها بالطريقة هذه، ولها تراس جميل جدا. هنا زي ما انتم شايفين لها حمام صغير فيها، والمنطقة هذه منطقة المطبخ. طبعا عندنا المنطقة هذه اللي تطلع على التراس. تعالوا معانا شوفوا الإطلالة الجميلة جدا اللي ما تحصلوها في أي مكان ثاني. تراس كبير واسع تقريبا 4x3 في مساحة غرفة، وشوفوا الإطلالة الجميلة هذه.
المنطقة زي ما انت شايفين يا جماعة منطقة تجارية. هذه جسر البسفور على مرسى اليخوت في منطقة أورتاكوي، منطقة مخدومة جدا، والمنطقة هذه طبعا غنية عن التعريف. المبنى هذا يا جماعة ممكن يحول إلى مبنى تجاري بالكامل بحيث أنها تؤجل للمطاعم والكافيهات، أو ممكن يتم تعديلها للسكن. طبعا الدور الأول زي ما راح نشوف فيها مطعم تحتاج إلى تعديل لأنها تاريخية من الدرجة الثانية. فتعالوا نشوف برضو التراس وباقي التفاصيل. طبعا وصلنا للتراس الخلفي في الدور الثاني. هذا التراس يا جماعة ممكن يستخدم كجلسة جميلة جدا، مساحتها ممتازة جدا، أو زي ما قلنا إذا حولتوها للتجاري ممكن تستخدم كجلسات خارجية. شوفوا المنطقة هذه، كل المنطقة والعمائل الموجودة كلها تجارية بحيث أنها مطاعم وأسواق وكافيهات للعماير بالكامل. منطقة جميلة وحيوية جدا، أورتاكوي لا يخفى على أحد هذه المنطقة. نطلع نشوف التراس الآن، تفضلوا معنا. بسم الله. هذا التراس زي ما انتم شايفين يا جماعة أعلى العمارة، مساحة كبيرة، هذه الإطلالة الجميلة ممكن أيضا تستغل بطريقة جميلة بحيث أنها تكون جلسات على هذه الإطلالة الجميلة على البسفور. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر التنبيهات ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم، وجميع التفاصيل والأسعار موجودة أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.